انا راهن ان الفيديو كليب ده طلع على التلفزيون الليبي برضك يعني. وبيعجبني في بركان الراب ان هو بيجيب حاجات موثقه يعني، اماكن من الحرب يعني، في حرب دايره بالصور حتت بتجيب يعني، بيزود الحماس وبيلفت الانظار وبيزود اللي هو يعني الناس تعمل جدال عن الموضوع دوت. ان انت تشوف ولاد عيلتي الغاليين عاملين ايه، رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين وبعد الايام. والله فرحان ان احنا هنخش سوا رمضان، وان شاء الله هنخش رمضان واحنا 3000، فده حاجه بتفرحني جامد يعني. مش شرط العدد، والله انا مش باصص للعدد بس باصص لان ولاد عيلتي بيكتروا، فبحس كده بعزوه. انتوا فاهمين قصدي؟ مش حوار المشتركين، والله ما بيفرق معايا المشتركين يعني، انا المشتركين ده مجرد عدد رقمي يعني، مشتركين انا عمري ما قلت مشتركين دي يعني، انا بقول عيله. ف شكرا ان انتوا بتزودوا عزوتي وعيلتي، فلو ما كنتش اشتركت في القناه اشترك وفعل الجرس وسيب لايك للفيديو عشان تنضم للعيله بتاعتنا، تنضم للعيله بتاعتنا وتشارك الفيديو مع كل اهلك وزمايلك اللي مهتمين بالمحتوى واللي انت عايز تضمهم للعيله بتاعتنا، ويبقى ضمن العيله يعني صاحبك اخوك زميلك اي حد من عيلتك عايز تضمه للعيله بتاعتنا، فشارك الفيديو عشان تضمه للعيله بتاعتنا عشان يعرف يشترك، وشارك الفيديو برضك ويضم العيله بتاعته ونبقى عيله كبيره. فبجد بفرح جامد من الناس اللي بتعوز تكبر عيلتنا، فشكرا للدعم الكبير. ولو ما كنتش اشتركت في القناه اشترك الكلام ده انا قلته. لو عايز اعمل لك رده فعل عن تراك او فيديو كليب او اي حاجه سيب لي في الكومنتات وقولوا لي كلام حلو في الكومنتات يا جدعان بالله عليكم، مش عايز الكومنتات صحرا كده يعني، قول لي اي حاجه عايزينها في الكومنتات. ولو عايز تقول لي حاجه شخصيه او عايز تقول لي عن حاجه او معلومه او في اي غلطه انا غلطتها، فده الانستجرام بتاعي روح هناك يعني، اعمل له فولو، ابعت الحاجه اللي انت عايز تعملها، تابعني اي حاجه، ده الانستجرام بتاعي للتواصل معايا يعني. وبرد على اي حد يعني، مش هرد عليك ليه؟ طالما انت ابن عيلتي لازم ارد عليك، طبيعي لازم ارد عليك. فهنعمل النهارده رده فعل ونسمع سوا يعني، عايزين نسمع تراك ما زلنا فيها بتاع بركان الراب. انا لما سمعت له البركان اللي فات كان سي 5 او حاجه زي كده، انا كنت مفكر اسمه بركان الراب، اتاري الروبر اسمه بركان الراب فولكانو. فبيتهيألي كلمه اسم تراك ما زلنا فيها كان تراك برضك لام سي ميجو، بس اكيد بركان الراب التراك بتاعه اقدم عشان بقى له 4 5 6 سنين ولا 7 سنين. ففي تراك اسمه ما زلنا فيها، انا مش عارف هو اسم التراك ما زلنا فيها ليه يعني، مستغرب اسم التراك. فهنشوف دلوقتي اسمه ليه، واكيد الفيديو كليب هو فيديو كليب، اكيد الفيديو كليب هيوضح اسم التراك. تعالوا نشوفه بقى. ممكن تشترك في القناه، اشترك وفعل الجرس تبلغك الفيديو. ولو عايز نعمل رد فعل على تراك فيديو كليب سيب في الكومنتات والانستجرام بتاعنا عايز تبان هناك. تعالوا بقى نشوف التراك. I'm in the pack, rim to the top of the gag, ripping, I'm busting up whack niggas, charter a black nigga, what do you choose, simply irrelevant, cynical evident, please, wrestling evidence, keys moving when definite, soul goals for the president, bleed red for the government, tease. Love is not kisses, hugs, sharing fucking drugs, pictures on your. ده الفيديو كليب بالتراك بتاع التراك اللي فات احنا عملناه في التراك. اوه وزار كان قصده هو بيصور الفيديو كليب، كان في الحرب في حد ضرب عليه نار او حاجه زي كده. ازو بيت جازو سمعت بركان الراب مازلنا فيها كلمة لنا بجد ورجالة، مازلنا فيها كلمة تزيد وكلمة تزيد الحالة، مازلنا ليلة جايف ونديروا كم إزالة، مازلنا فيها إن كان متفوز وهذه استحالة، مازلنا فيها كلمة لنا بجد. هو هنا بيقول لك مازلنا فيها يعني مسميه مازلنا فيها عشان يعني بيقول لك الزر، وهو كان يعني مثلا كان هو بيصور، فبيقول لك يعني الناس بدأت تتكلم تقول هو اختفى ليه، بيتهيألي الناس تقول بدأ هو اختفى ليه ما عادش بيظهر، فهو رجع يعني كان في حد عايز يضربه بالنار وانضرب بالنار وهيخش وباين هيطلع من المستشفى سليم، ويقول لك احنا ما زلنا فيها يعني لسه موجودين او حاجه زي كده. رجاله ما زلنا فيها كلمه تزيد وكلمه تزيد الحاله، ما زلنا ليله جايف ونديروا كم ازاله، ما زلنا فيها ان كان متفوز وهذه استحاله، ما زلنا فيها كيف ما بدينا بالتكبير، ما زلنا فيها كلمه لتلا كلمه راسي يطير، ما زلنا فيها بالروح نفدوك يا بغازي، ما زلنا الاخر قطر الدم وشاكه من انفاسي، ما نسيبوا حق ما نسيبوا حق اللي فدونا، ما ننسوا حق من اللي قدموا ارواحهم وخلونا، هضم تريسك يا بغازي راهي مش غريبه، اني يقدم روحه فداك يا الحبيبه، عدوك هو عدوي وربي ما نخليه، راسي براس لين منك نجليه، نرفع رايه الحق ونطلق الشهاده، وننصر الدين اللي خلقه ربي مش عباده، دين الحق الدين اللي نعرفوه مش الدين اللي صنعوه في
جوالك على الباب. يا جدعان انا مش عارف هو نبره صوته مختلفه بركان الراب صراحه، ما سمعتش حد ليه بنبره صوته مقاربه لبركان الراب حتى، فنبره صوته حلوه على طول، بيتكلم عن الحروب وان ليبيا حره، وان هو بيقول لك يعني احنا موجودين فيها وانا ما بقارنش نفسي بحد. اللعيبه ده ليه؟ انا اقرا الشهاده بتاعت الدين الاسلامي، الاسلام اللي ربنا نزله مش الشعب ولا حد اخترعه، لا ده دين الله. حلوه حلوه يعني بركان الراب كده نبرة صوته حتى يعني تحيي على الجهاد، احنا عايزين نجيب حق يعني بصوا عايزين نجيب حقنا، عايزين نموت مش عارف يعني صوته لوحده يعني يحرك المشاعر اللي فيك. ما هم مش عارفين لو طاح واحد منا يطلع عشرة، معروف برجالنا شجاعة وكرامة وصوت العشرة، بغازي وعد الحر دين عليه ورب العرش عظيم حق المخاليل. نزلنا فيها كلمة لنا بنكتبوا الشارع، نزلنا فيها كلمة تزيد وكلمة تزيد الحارة، نزلنا ليلة جيف ونديروا الكب إزالة، نزلنا فيها انت بتفوز وهذه استحالة، نزلنا فيها كلمة لنا بنكتبوا الشارع، نزلنا فيها كلمة تزيد وكلمة تزيد الحارة، نزلنا ليلة جيف ونديروا الكب إزالة، نزلنا فيها انت بتفوز وهذه استحالة، نزلنا فيها كل ما يطيح منا واحد، ما زلنا فيها كل ما يزيد الغل ونزيد الجاهل، ما زلنا هالحبة مسكين ونحمو البلاد، أرضي عرضي مالي من الفساد، جميع أنواع الأسلحة نستخدم للتشليط، ولو كمل بخيرتنا بالبغوص والحيل، قاعدين وربي ما ناماشين، ما نخلوها اللي في توابيتنا مستشهدين، الله أكبر تكبر يا أمي. إيه ده يا اسطى؟ إيه ده؟ لا لا بجد أنا مش يعني مش عارف هو بركان الراب ده شغلته إن هو يعمل تراكات عن الحرب وان ليبيا حرة، يعني ملوش مواقع تواصل اجتماعي، سألت ناس عليه اللي يقول ان هو دخل الجيش ومش عارف، واللي يقول ان هو مات واللي يقول ان هو مش عارف راح فين، محدش عارف معلومة عنه، ومفيش تشانل على اليوتيوب مخصصة ان هي لبركان الراب لفولكانو، يعني كل تراكاته كده تلاقيها في تشانلات ناس منزلاها، ناس بتقول ان هي تراكات نزلت على الفيديو كليبات معظمها نزل على التلفزيون الليبي، يعني مش عايز يشهر نفسه. طب متخيلين معايا يعني بركان الراب عايز ايه؟ يعني بيتكلم عن الحرية، انا مش عارف هو ليه تراكات تانية عن الحب، عن الدسات، تراكات تانية لانواع تانية، يعني بيتهيألي بيتكلم عن الحرب وخلاص، يعني التراكات اللي موجودة ليه، فمش عارف هو ليه تراكات، يعني هو انا كده سمعت له تراكين، التراك الاولاني سي 5 باين او حاجة زي كده اللي كان متصور في الحرب، وده التراك التاني بتاع مازلنا فيها، مش عارف هو ليه تراكات تانية بقى ولا ايه، بس يعني مش عارف هو ليه انواعه كلها بيتكلم عن الحرب كده، يعني ده التراك التاني ليه واسمعه بيتكلم عن الحرب بس، يعني بيتكلم عن الحرب، مش عارف بقى ليه تراكات تانية عن حب، عن هجر، عن حاجات تانية مش عارف. لسانك عم الجبهة لا ما تشيلي همي، هانت ما بعد ضيقي الا الفرج، تصفى الدولة يمي وظهرها من خوارج، حاجتين بيننا وبينكم فيهن متفقين، والباقي اعوذ بالله بريء منكم الدين، اولهن رفعت صبعي لنطق الشهادتين، ثانيهن العلم اللي شوهته بالمسلمين، هذينا لنا هذي اللي يعرف ربي صح، مش اللي يطير في الراس هذي اللي ينصح، حنرفع صبعي بالحق مش اللي اخترعتوه، والعالم باذن الله يجينا يوم نردوه. نزلنا فيها كلمه لنا بنكتبوا رجاله، نزلنا فيها كلمه تزيد وكلمه تزيد الحاله، نزلنا لين تجيفوا وتديروا كم ازاله، نزلنا فيها انكم تفوزوا هذي استحاله، نزلنا فيها كلمه لنا بنكتبوا رجاله، نزلنا فيها كلمه تزيد وكلمه تزيد الحاله، نزلنا لين تجيفوا وتديروا كم ازاله، نزلنا فيها انكم تفوزوا هذي استحاله، نزلنا فيها علي طيحت راجل ما نوقف، مازلنا دينا في دين بعض ومسكين الصف، ناخذوا حق اللي استشهد ناخذوا حق الرجالة، وربي الكعبة ما في رجوع لا لا استحالة، احنا تريسل يا ليبيا اللي قاعدين نحطه. حلو حلو البيت، وبتكلم عن الشغف وبقول لك يعني لازم نجيب حقنا ما نسكتش، مش عارف البيت يعني نظام البيت نفسه حلو، والبيت حلو وتحس ان هو معمول مخصص لبركان الراب عشان يعرف يأدى عليه، وهنا بيتكلم يعني نظام الفيديو كليب ان هو بيقول لك يعني هو كانه الرئيس او كانه حاكم كويس فبيحكم بالحق، وفي جزء تاني كانه هو كان بيدافع شهيد واستشهد او دخل المستشفى بسبب ان هو كان في الحرب وبيدافع عن الوطن وكده، فبيتكلم بيمتين ان هو بيشاهد او استشهادي او جهادي، واليمة التانية كانه رئيس وبيحكم عايز ينشر الحريه في ليبيا وكده. حلو الفيديو كليب بان هو معمول فيديو كليب معمول في 2016 والتراك نفسه معمول في 2016 بالجوده ديته، حلو بجد بجد حلو، يعني لازم حتى لو الجوده مش اجمد حاجه لازم نفتخر بالحاجه اللي معموله قديمه، يعني لولا القديم ما كانش طلع الجديد. قلت از جولد، تعالوا نكمل. ما نجيبوا حد من برا مش راس عيالك يفكوا، بالك تحسبونا نطيحوا لو حد فينا مات، كلمه لنا ننفصلوا نزيدوا معنويات، ما ننهزم لا تقدر تهزني برهابك، سيورك مش شايف ولا هارب انت وكلابك، لكن فاتك القطار
انا مستشهد لكن قاعدين العفاريت 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 ويكم شنزايب فيكم في معنوياتكم بالله وروهم شن معنوياتكم التلفزيون الليبي برضك يعني. وبيعجبني في بركان راب ان هو بيجيب حاجات موثقه يعني اماكن من الحرب يعني في حرب دايره بالصور حتت بتجيب يعني بيزود الحماس وبيلفت الانظار وبيزود اللي هو يعني الناس تعمل جدال عن الموضوع دوت ان انت تشوف اصلا فيديو كليب متصور في الحرب يعني معظم الناس بقت تقول الفيديو ده متصور في الحرب وروح اعمل عليه رد فعل فاهمين قصدي فهو بيعمل يعني نظام زي حاجه ان الناس كلها تلتفت عليها بتاع فاحلى حاجه ان هو بيوثق الفيديو كليبات بتاعته بالحرب بان هو بيجيب اماكن في الحرب والناس بتستشهد وبيقول عفاريت مش عارف العفاريت ده نوع انواع من الناس الجهاديين او اللي بيستشهدوا ولا ايه بس يعني لغتنا الفيديو كليب جامد جامد يعني انا شايف اماكن الحرب برضك يعني اراهن ان هو طلع في التلفزيون الفيديو كليب ده وعلى القنوات التلفزيونيه وانا شفته على التلفزيون برضك عفاريت الله يرحمك يا صاحبي هيك ايه نار مسمى حلو 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 ده كده خلاص وصلنا لاخر رد فعل على التراك الجامد ده وشكرا للناس اللي قالت لي قبل على رد فعل انا فرحان واتمنى تكونوا فرحانين زي ان احنا عملنا عليه رد فعل واتفرجنا عليه سوا وكنت اشتركت في القناه اشترك وفعل الجرس وسيب لايك للفيديو عشان تنضم للعيله بتاعتنا وسيب لي كومنت تحت التراك اللي انت عايز نعمل عليه رد فعل او الفيديو كليب اللي انت عايز نعمل لك عليه رد فعل وده الانستجرام بتاعي لو عايز تتابعني هناك وتنضم للعيله بتاعتنا هناك على الانستجرام عشان بنعمل حاجات غشيمه هناك وغبيه كده وحاجات حلوه فاشوف وشكم على خير في رد فعل الجاي ان شاء الله سلام يا عيلتي.